روح روح. قلت لك من دخل الساعة تعبت. جبنا يا خيرنا. شحال خفت. أول مرة هربتي من حصار الموت صح؟ أول مرة هربتي منه. أنت. عجلي؟ عجلي أنا؟ أنت سبابي. علاش؟ شو جاي الحديقة؟ شو كان ما كان حتى واحد فيها أون بلوس؟ كان برك. عبيل قلبي كيفاش هو ياخذ حتى أنا. أول مرة هربت من حصة مات مسكين. أنت راح خلاص خلاص. راح نولي متشردة بسبتك. شوفي كاين وحدة برك اللي هي ها كتشوفي فيها. مسكينة. مسكينة وحدة. جيناها درك نقلقوها. وحدة. أنت راكي خير من هذاك أحلى شاب في الجامعة وشوف شو كنت أحلى شاب في الجامعة وتزيدي تشرطي تقولي هربت من حصة مات. نرسمك كيفاش عامل. نرسمك كيفاش عامل. أنت أبشع واحد شفته في حياتي وخرجتني من المدرسة. خارجة من حصة الرياضيات اللي لازم ناخذ فيها أعلى علامات نورمالمون هاك وجايبني لوين؟ حديقة حديقة واش ندير في الحديقة أنا؟ مليتي خلاص خلاص يا روح خلاص أنا وين رايح؟ أنا قاعدة في الحديقة وين رايح؟ لا لا وين رايح؟ تعيش وشنو؟ وين؟ وشنو؟ جيب لي حاجة ناكلها خلاص دوك نولي وشنو؟ دير حاجة مليحة أي حاجة أنا حشي ساندويتش ليا ونجيب معايا ساندويتش واش تاكلي بيف ولا اسكالوب؟ عندك 3 سنين معايا تاكلي بيف ولا سكالوب على بالك ماما لو كنت عيط لي واش راح نقول لها بيف ولا سكالوب بيف ولا سكالوب أنيس واو 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 سخونين وانت علاه جايبهم هكا مش راح تاكل انا ماش ناكل دوكا وعلاه جايبهم هكا باسكو هذا مو مجدو مجدو غير ما انا ناكل كولي انت دائما تاكلي ما يبانش فيك والو شو شوف خلاص خلاص اسمع لا طاي الزين ولا طاي عبالي بلاك كيحس علاش راك معايا علاش معايا عبالي بلاك كيحس علاش معايا علاش انت تخرج معايا لو كان مشيت زين الحطه مليت مليت اسمع يا اخي نحكي لك على حساب الملل كما كتقولي انا وقت اللي كنت نشري ساندويتش فكرت خمسه في عينيك فكرت في لعبة خمسه في عينيك راح ناكل ما ناكلش تحبس لي راح تحبس لي خمسه في عينيك اه يا اسمعي اسمعي قلت لك انا خممت في لعبه فكرت في لعبه اللي كنت نشري لي ساندويتش خممت لعبه احنا ولاد صغار نلعبوا بصح اللعبه فيها الغناء على بالي تعجبك فيها الغناء ونغنوا وهذيك المسكينه شوف احنا جينا احنا لازم نقعدوا حدنا في الكلاسه ديما يخرجونا انا وياك دائما عاملين مشاكل يما تحاوزني نلقاك انت لبرا يما تخرجني من الدار نلقاك انت لبرا يما خرجتك من الدار وحدنا دوك الراحه دوك الراحه خلاص دوك نبقى مع بعضنا وهذيك راح تنوض وتروح ما تروحش انا دار مسكينه انت اصلا واش هي اللعبه اللي راح ديرها كنشرح لك اللعبه اللعبه انا نغني غنيه انت عاود سمعني انا نغني سمعني الرنة تغني انا نغني غني غني مسكينه مسكينه هتهرب هتهرب للمراه تتغني انا نغني ونغني نغني غنيه الحرف اللي نكمل به انت تبداي به تبداي بغنيه اخرى الحرف اللي انت هذه لازمها ورقه وستيلو انت تحب الرياضيات غير شتي تخرج انت تحب الرياضيات كون قعدت في ليكول انت اش دخل الماء اش دخل الماء تحطي حطي والله انت لازم معك حسابات انت والو هذه فيها فيها ذكاء هي مليحه الاغنيه عارفني انا غنيه انا غنيه غنيه الحرف اللي نكمل به تخلص الاغنيه اوكي معليش تكون كلمه جمله شويه خلاص ولو كانت طولي عندك 10 ثواني لو كانت طولي نربح اوكي هنبدا اش راح تربح اش راح تربح اش راح تربح خلاص How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really know me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? Cause we share the laughter and the pain And even share the tears You're the only one who really know me at all
So take a look at me now, when there's just an empty space, and there's nothing left to remind me, just the memory of your face. Take a look at me now, when there's just an empty space, and you're coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Yeah. وشنو؟ Yeah. واحد. استنى استنى. زوج. والله استنى استنى. ثلاثة. أربعة. استنى استنى. والله استنى. Yeah. ما كانش أغنية بالعربي تبدأ بـ Yeah. سبعة. ثمانية. يما القمر على الباب نور أنا ديله، يما أرد الباب ولا أنا ديله، أنا ديله يما أما ببص من الشباك لمحته جاي هناك هناك، أبص من الشباك لمحته جاي هناك، بطلعته الحلوة نور علي وقال فعدي كم موال يا ليل، وقال لي قال لي قال لي قال لي قال لي ما كاش قال لي شو شنو لي 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 ما كاش قال لي لا لي لا لي لا قال لي لا لي لا لي لي لي. يلا واحد اثنين حق الله غير نطلعك خمسة، ثلاثة ربعة خمسة لا ستة لا. سبعة. Life's too short to even care at all. I'm losing my mind, losing my mind, losing control. These fishes in the sea, they're staring at me. The wet world is trying to beat up a drum. If I can find a way to see this straight, I'd run away to some fortune that I should have found by now. I'm waiting for this cough syrup to calm down, calm down. Cool. Life's too short to even care at all. Whoa. Life's too short to even care at all. لا وهي باللام. يعني كيما أنت بديت باللام استنى نحكي. Exactly. ثلاثة. أنت بديت حرف اللام يعني أنا لازم. خمسة ستة سبعة. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأنشدت حرف التاء. تاء. أنشدت بلسان. دمت خيرت لعبنا حات قائلة. تاء. عندك ستة. مش حافظها. سبعة. تاء. سبعة. ثمانية. A thousand days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, it disappeared now, and I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. Here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dream.
غلطت بصح انت غلطت. معليش ما تحسبش، واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة بس كمان مرة هديك هتهرب. ستة تهرب منك انت، ثمانية غلطت. تسعة ما ما my love بالعربي there's only you in my life the only thing that's why you من دارك my first love you're every breath that I take you're every step I make and I want to share all my life with you. Now on earth we will do. And your eyes, your eyes, they tell me how much you care. Yeah, yeah. You will always be my. اس اس يلا يلا حرف اس حرف اس. تسمنتي انجلش دوكا نغني عربي؟ لا ما تعرفش تغني عربي اصلا، الغربي ما تعرفش تغنيه. اوكي الغربي ما تعرفش تغنيه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. والله غير بحثك البحث صار الحكي بيناتنا كله عتا فيش انكسر جواتنا وما مشي. تسألي مين اللي قرر يبعد ومين السبب من أول المشوار ما كنت إلي حسيت البعض بنظرتك حسيت البعض بغمرتك حتى اللهف اللي بنطرتك كلها كذب كلها كذب عيونك قلبي كذبوا واللي أنا مستغربوا هالوقت كله بهالقالب شو كنت قاعدة تعملي. صار الحكي صار الحكي صار الحكي بيناتنا كله عتب. تغني رحت تقسيتها ب ب ب حرف الباء حرف الباء. شو واحد زوج وي ماما جايب ستة سبعة الهرابة. صار الحكي بيناتنا كله عتب. راحت المراه راحت المراه راحت حشمتيني انت اللي حشمتني راحت المراه. ديجا ديجا ماما عيطت لي ماما عيطت لي وسمعتك تغني معايا وقلت لي منها عطيني عطيني صاري رايح انا بهدلتينا بهدلتينا. اسمع صار الحكي ما تطلعي حلوين كانوا أنيس وسهيلة اليوم، خصوصاً أنه كل واحد قدم لنا مقطع غنائي باللغة اللي مش معودين نسمعه فيها. سهيلة كان لها زمان عبالها تسمعنا شيء أجنبي وعملته اليوم، وأنيس كان عبالها يسمعنا شيء عربي وكمان عمله. سو أنا بهنيهم دجاع على الجهد يلي كل واحد عمله ليغني باللغة مش معود عليها. بالنسبة لأنيس بلش يغني بلش شوي معجوق، سو بالأول في نوتات فلتوا منه بالغنية. اللي بدي ركز عليك ليه كتير اليوم عند أنيس إنه اليوم اللفظ ما كان مثل ما أنا معودة معه، لأنه يوجولي بركز على اللفظ أكتر، بيكون اللفظ أدابتي للهجة اللي عم بغني فيها. اليوم ما كان 100% الإنجليش تبوله منيح، الآ كان عم بيقولون آه، وفي إشياء تانية استعمل شوية أورنما نسي يقفلها، يعني آخر أول مقطع غنى عامل الأورنمات حتى يجمل اللي عم يعمله ونسى يقفل الكلمة بالآخر، رجع كمل حكي مع سهيلة. سو هول الأشياء لازم ينتبه لهم. بالعربي كان مهضوم. بدي زيد شغلة عن الفيبراتو عند أنيس، يعني يوجوالي الفيبراتو وقت اللي مستعمله بس نغني it means إنه الصوت هو صحي وهلثي، وقت يجي الفيبراتو المزبوط بيكون الصوت أخذ وضعية كتير منيحة وكتير مرتاح تيقدر يعطي هذا الفيبراتو. ولكن أوقات الفيبراتو تبع أنيس عم يستعمله شوي أكتر من اللزوم،
بالنسبه لغنى منه كلاسيك او اوبراتيك، دونك عم نشتغل انه نقدر نخففه بالاغاني، بس لازم هو يقدر يعمل كنترول انه اوقات وقت اللي بدي مد النوت او الفويال ما في لزوم هالقد اعطي فيبراتو كل الوقت لانه بصير شبيه للكلاسيك الغنى. سو لازم يقدر يعمل هو كنترول على الفيبراتو، لازم يقدر يخليه ستاب لانه اوقات الفيبراتو ما عم بيكون كتير ثابت عنده، بس هي اكيد رح نرجع لها بصفوف. بالنسبه لسهيلة، اول بارت غنت فيه كانت كثير عم بتخلي زيت وضعيه التيم، شو ما كان اللفظ وشو ما كانت الطبقه اللي عم بتغني فيها، هيدا اول شيء ما بيساعدها لتشيل الكاركتير النازال الموجود شوي بالتامبر صوتها، وتاني شغله بخلي الصوت مسكر ما بيفتح مزبوط واللفظ ما بيكون واضح، هيدا لازم تنتبه لها. وقت اللي غنت بالانجلش كان في كلمات غلط، الكلام مش كله كان مزبوط، انا عم علق على هالشغله بس لانه يوجولي وقت اللي الفنان بده يغني تيقدر يعمل اداء مزبوط لازم يكون فهمين مزبوط شو عم بغني، وقت خربت الكلمات بالمغنى هيدا الشيء بياثر على الاداء، ولكن كان حلو المغنى تبعها بالانجلش، لازم تنتبه على اللفظ. في محلات اكيد بالانجلش فلتوا النوتات منها، عملت اورنمان هيك اشياء حليات ما كانوا كثير مزبوطين ميوزيكالمان، ولكن انا بهنيها على الافورت اللي عملته، وهيدا الشيء اكيد وقت نشتغل بصفوف بنصلح له. سهيلة أو أنيس عندهم مدى صوت كتير كتير كبير، هيدي نعمة من الله بيساعدهم كتير تيطلعوا وينزلوا بسهولة، بس هو عنده مشكلة بعد صوته ما ظهر كافي لبرا، هي عندها مشكلة عند الفيبراتو. شو معناتها؟ برجع بعيد، شو معناتها الفيبراتو؟ في فرق كبير بين رنة الصوت اسمها ريزونانس والفيبراتو يلي بيكون الصوت منه ثابت، بصور بده يقشط وما عم بيقشط، بصور بيرجف الصوت، هيدي شغله ممنوعه بالغنى، لازم يصرنت الصوت. سهيلة صوتها كتير حلو بس بعد ما ظهرت الرن، اوقات بنسمع رنت صوتها بنتفاجئ بس بعد شوي انفقدت راحت. هيدا الشغل بده يكون بصفوف، وهن في عند في شغل عليهم هي وانيس أكثر من البقية. طيب ما رح طول، أنا بدي أقول بس شغلتين. الفكرة مثل كأنه ارتجالية، يعني كأنه أنا قلت لهم أنه أنتوا قاعدين بجنينة وكذا، يعني كأنه مش محضرة ضجنا. أنا بالنسبة لقلي تعبوني وضجت، يعني هيك عم يغلو ما عم نفهم، ما في استيعاب، ما استوعبناهن، يعني ما حملونا فكرتهم مثل ما الباقيين حملونا، فما فهمت. بعدين انا ما فهمت اذا بدهم يعملوا هاللعبه هاي بخلص كلمه وبعملها، كنا نلعبها من نحن وصغار، لشو تركين المدرسه وهالمقدمه وجينا على ومين المره اللي بالوج اللي بالجنينه، ما فهمت انا يعني لشو كلهم هول قاعدين قعدوا بمطرح زهقانين وبلشوا غنوا وخلصت، لا ضروري امي ولا ضروري بيي، لشو هالضجه كلها حوالي هالاثنين كاركتر المهضومين. يعني هن عاملين اثنين كاركتر بحبوا بعضهم صغار، بعضهم بالمدرسة حلوين ومهضومين وهربانين والبدك ياه حلوين وغنوا حلو، اوكي انتو بتقرروا وين زحطوا وين ما زحطوا، بس لشو هالضجة اللي اكلتهم؟ يعني اتاكلوا ما يعني ما عد، انا اخر شيء ضجت بصراحة وطولوا. بعدين هاي فكرة بتزهق، يعني قلتي وحدة قالت حرف قال حرف خلاص لازم نلاقي غير فكرة، يعني لازم يصير شيء تاني يخليكم تغنوا غير إنه ميم وسين ونون وميم خلاص. يعني حسيت أنا إنه الفكرة مرتجلة، يعني يمكن لو بفكروا فيها أكتر وبيشتغلوها أكتر بتطلع معهم أحسن من هيك. ما بيمنع إنه هن اتنين منيح وهن اتنين عم بيتطوروا أصواتهم حلوة، بس اليوم كانوا عاجقينا حتى بالغنى كانوا عاجقينا، هيك حسيت أنا. يعني الشيء الإيجابي بهيدا الإيفال، لأنه طبعاً في شيء إيجابي، هو إنه الفكرة يلي هي اللعبة، التحدي يلي هو بيصير لعبة، بتشبه كاركتراتهم، يعني أولاد وهربانين من المدرسة وقعدوا بحديقة وقعدوا بدل ما يدرسوا لأنه هربانين يتحدوا بعضهم بالموسيقى وبالغنى. فعلاً أنا ما فهمت مين مفروض تكون أنا هالمرة يلي قاعدة عم تتفرج عليهم
يعني كان بغنى عن هالشخصية الثالثة، بالعكس كان أهضى منشوفهم لحالهم من دون ما يخلقوا هالتواصل، لأنه نحن كأنه عم نتنقوز على هيدول الأولاد اللي عم بيلعبوا. هيدي شغلة إيجابية. الشغلة الثانية الإيجابية هو إدائهم الطبيعي، يعني تمثيلهم لذيذ خفيف بمحلات أناعونة. سهيلة كتير قريبة من القلب، وأنيس كمان، وهيك نوعوا مثلا خاصة بالأول لما نجاب لها الساندويش، الساندويش سخن وشو بتاكلي، وعن جد حسسوني إنه الساندويش سخن، وعن جد حسسوني إنه بحبوا بعضهم وهالأشياء. هلا الطول، لأنه اللعبة هي مملة بعد 2-3 أغاني 4 أغاني، وقعوا بالطول. الطول، الملل، عدم التطور تبع اللعبة، وقعنا بطول، والطول طبعا بيودينا لملل، إلى أن إنه شوي فجأونا إنه هي عم بتغني إنجليزي وهو عم بيغني عربي. هون كان أفضل شيء من هذا الإيفال. بس بالآخر، يعني خاصة بالآخر، حسيت إنه في عجقة وفوضى، يعني مثل كأنه مش عم نعرف كيف بدنا ننهي. طب غنينا بالإنجليزي وغنينا بالعربي، شو منعمل؟ بدق الماما ونصير نخبط بعضنا ونمزح مع بعضنا ونشبق بعضنا. هيدول حسيتهم هيك ارتجالية، يعني بس زادت هالفوضى وعجقت، مما يعني مما ودينا هالإفيل إنه نزعجنا شوي. قديش كنا مستهضمينهم، بالاخر صار بدنا الصرفه من غير شر، يعني مثل الاولاد لما بضوجوك صار بدك انه الاولاد يفلوا. ف دونك الشغله السلبيه هي انه طولوا، وانه ضجوا كثير، وانه يمكن ما كانوا مجهزين. هالارتجال هيدا وديهم لفوضى وعجقه. صوت سهيلة صوت عنده امكانيه كثير قويه، عنده عرب هائلة جدا، ولكن المعالجة تبع هالصوت، معالجة هالعرب عم بتكون شوي متعبة، بتضوج كمان، يعني غير انه الضجة والمشهد ضوجني انا شخصيا، كمان قصة انه مش كتير افهم كل الوقت شو عم بيقولوا، كمان هيدا بتتعب، يعني كان في كتير اللهجة كانت كتير قوية علينا، يعني مش كل الوقت فهمنا شو عم نقول. نفس الشيء بصوت سهيلة، كترة العرب اللي عندها اياهم اللي هيدا من الله، يعني سبحان الله هيدا من عنده النعمة، بس نحن علينا نعرف ندوزنا، يعني نظبطها رجلجة تما تكون متعبة. بالإضافة لأنه أنا بحب، وسهيلة أكيد كلكم سمعتوها قد ايه كان حلو بالبرايم وقت استعملت عرض صوتها، يعني فرجتنا صوت أعرض من الصوت اللي نحن بنشوفه، ارتحنا أكتر، شفنا جمالية أكتر، أخذوا العرب مطرحهم أكتر، صارت مرتاحة هي. محاولة الإنجليش وقت غنت بالأغنية الأجنبية أنا بالنسبة لي كانت ناجحة، شفت كاركتر حلو بصوتها، وشفت يمكن هود العرب اللي أنا عم بحكي هلا عنهم لابقين كمان بهذا الجو. بقى هيدي شغلة جديدة ممكن نقدر نستعملها، وأكيد إذا اهتمت فيها وطورتها واشتغلت عليها بتكون حلوة. بالنسبة لنسيم، لأنيس سوري، أنيس اللي أنا خيفانة منه إنه نضل نشوف لون واحد بكل الغنى اللي عم بيغني، يعني صوته هيك مثل هو ذاته وين ما كان، كتير حلو، كتير مميز، عنده إمكانية حلوة، ولكن بدنا نشوف شي جديد منه بعد. هالشي الجديد يمكن لمحته وقتها غنى شي بالعربي، وأنا وعدته بالصف هيدا الجمعة أنه أنا بوعده رح يغني شي عربي، لأنه عم يعمل محاولات كتير حلوة، وضحكت أنا هو عم بغني لأنه قاعد حافظ الملاحظات اللي نحنا هيدا غنية مغنية حدا من أصحابه، حافظ الملاحظات اللي منعطية لقله وإجا غنيها. هيدا شغلة بتدل على أنه ذكي وقدر يستوعب الملاحظات، وإن شاء الله نقدر كمان نعطي شي بالعربي.